نعم، بحسب تنسيقيات اللجان التي تدعو إلى هذا الحراك التظاهري في العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، هذه الدعوات من تنسيقيات هذه اللجان هنا في منطقة بري، والتي كان لها سهمها الوافر في الحراك الذي استطاع أن هزيمة النظام السابق، نظام 30 من يونيو، نظام البشير. هذه التظاهرات التي سوف تخرج بحسب تنسيقيات اللجان بعد قليل هي غير معلنة وغير موجودة داخل الجدول التصعيدي الذي تحدد له 24 والـ21 والـ28، ونحن في اليوم 17. هذه التظاهرات هي تطالب بالحكم المدني وعودة الانتقال السياسي إلى ما قبل 25 من شهر أكتوبر، والذي يصفونه بالانقلاب على الوثيقة الدستورية وعلى الانتقال الديمقراطي. نحن الآن في قلب منطقة بري داخل هذا المفترق الطرق الذي من المنتظر أن تلتئم فيه كل هذه المواكب لتتجمع هنا ولتشاطر كل الأسر التي فقدت عزيز عليها، وأيضا تزور بحسب تنسيقيات هذه اللجان كل من اعتقل له احد في هذا الحراك التظاهري. حتى الان نحن الان في قلب مدينه بري، ولربما في المكان الذي اقف فيه الان تتجمع هذه المواكب، وهي مواكب داخل الاحياء للتنديد بما وصفته بالواقع السياسي المأزوم والمطالبه بالحكم المدني الخالص، والمطالبه ايضا بابعاد المكون العسكري من المشهد السياسي.